بعد كذا حنتكلم عن الـ itemization changes أو الـ assassin itemization. طبعا يا عيال في كلمات لازم تنقال بالإنجليزي، لأنه في الجيم الكلمة هذه ما لها ترجمة بالعربي. ليثالتي أترجم لي إياها بالعربي، ترجمها يلا يلا هيا أخوتي في أمل. ففي حاجات ما يعني ما اقدر اترجمها نهائيا، لازم نتعلمها مع بعض ونشرحها ونحاول نفهمها سوا. جو على الجيم حاليا وقال لك كان عندنا حاجه اسمها فلات ارمر بنتريشن او ارمر بنتريشن، شالوها وحطوا بدالها ليثالتي. الارمر بن زمان صار ليثالتي، تغيير سواب كامل طبعا او تبديل كامل. طبعا لها 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 امبليكيشن، لها لها تعديلات على الجيم، يعني في 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 لها امباكت على الجيم، وحنتكلم عنه ونشرحه حاليا. زي ما قلنا اول شيء، اي مكان في فلات ارمور ولا ارمور بين حولوه للبنتريشن، سواء في الرونز ولا في الماستريز ولا في الايتمز ولا على البيس تشامبيون ستاتس ولا على اي حاجه موجوده في الجيم، كان في كلمه اسمها ارمور بنتريشن قلبوها ليثالتي، والليثالتي صارت تشتغل بطريقه محدده في الجيم. اول زي ما قلنا طبعا ما ادري اذا تبغى نشرح الماث حقها لانه شويه لا اتوقع الماث اقدر ابسطه كلمتين. الليثالتي انا تشوفوني هز راسي تو اني منقهر صراحه. الليثالتي هذا ضر الديكيريز اللي كانوا يعتمدون عليه، وكان هو الشيء الوحيد اللي منقذ رول الديكيري يعني في الجيم. ما علينا من الموضوع هذا، نرجع موضوع الماث حق الليثالتي بكل بساطه. لو انك اخذت انت اي حبه ليثالتي، اول ما تاخذه راح يجيك 40% من الفاليو حقته. كمثال مثلا معك 25 ارمور بين، مثلا عندك 10 من الان جيم و15 من الرونز مثلا. باختصار اي ارمور بين يجيك او معليش اي ليثالتي داخل اللعبه تاخذه، راح على طول يجيك 40% منه بس لحاله. وبعده كل ليفل يلفل له الانمي اللي ضدك راح يجيك 0.33 ارمور بين. كمثال انت مثلا ما معك ارمور بين بالرونز، دخلت الجيم اخذت درك، الدرك بيعطيك 10 ليثالتي، العشرة ليثالتي هذه راح يعطيك 40% منه. طيب 40% من العشرة كم؟ أربعة أرمور بن، أو يب فتكون أربعة أرمور بن كذا. الأربعة أرمور بن هذه راح تزود إذا صار الخصم اللي ضدك مثلا اللي تدمجه ليفل 5 ليفل 6 ليفل 7، كل ما زاد ليفله كل ما جاك لا إله الله الأرمور بن أكثر، ويمديك تدمج أرمور بن أكثر. ما راح يجيك الدمج الكامل حق الأرمور بن القديم اللي الحين صار اسمه ليثالتي، ما راح يجيك الدمج كامل الا اذا صرت اذا صار معليش الخصم اللي ضدك ليفل 18. قدامك مثال يقول لك اكزامبل 10 ليثالتي جراند 4 فلات ارمور بنتريشن، اخذت 10 بيعطيك 4، وكل ليفل من الانمي بيعطيك 0.33 بير ليفل كابينج ات ذا فول 10 وانس انميز ار ليفل 18. فما راح يجيك كال هذا كامل الارمور بن كامل يعني زي قبل الى 18. طبعا الشيء هذا ضر كثير من الشامبيونز اللي يعتمدون على ارمور بن، خصوصا الليدي كيريز اللي كانوا الشيء الوحيد اللي منقذهم داخل الليدي جيم اللي هو الارمور بن، زي عندك لوشن زي عندك جن. فالحين هذول يعني ما راح نديك تاخذ فيهم نفس البيلد، لانه الارمور بن ما راح تستفيد منه ابدا. يعني بتاخذ انت 20 من الاجوست بليد يبي يصير كم؟ 20 بيصير 8 تقريبا، 40% من ال 20 بيصير 8. مزبوط. ف يعني 8 على حسب الليفل اللي قدامك. ولا ننسى نقول انه على حسب الليفل اللي قدامك مش على حسب ليفلك. اوكي؟ بالضبط. يعني فهذه فكانت الفكره من تعديله الارمر بنتريشن لليثالتي انه يبغوها سكيلز. المشكله اول ايش كانت؟ كانت لما انت متاخر مثلا اساسا ولا اي دي سي متاخر وعندك ارمر بنتريشن ما حتسوي دامج الى نهايه الجيم لما تشتري اي دي. دحين لا، صار عشانها سكيلز، لو الادم اللي قدامك ليفلو اعلى منك ما زال تقدر تسوي دامج عليه حبتين. فهذه التعديله از تو كفر فور ذا لوور كوادرنت اللي هم الناس اللي اتاخروا في الجيم على اساس يحاولوا يرجعوهم للجيم اسرع. هذه التعديله عشان يقللوا سنو بولينج افكت. ايش يعني سنو بولينج افكت؟ ما 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 نو ايدي. عشان يقللوا سنو بول. يعني مثلا سنو بول اختصار. لا ما الشباب دائما يسالوني ايش يعني سنو بول، اللي هو الفكره انه والله لما واحد يجيب كل زياده في البدايه مستحيل احد يوقفه، خلاص يقدر يشيل الجيم لحاله. فهم ما يبغوا واحد ياثر على الجيم بالطريقه هذه من دون ما يدوا الخصم امكانيه انهم يسووا كاونتر بلاي. فزي ما قلنا، اذا كان انت بديت الجيم ب 10 ليثالتي ما حتاخذ الا 4 ارمور بنتريشن، وبعدين كل ليفل يزيد الادم اللي قدامك، يعني صار ليفل 2 حتاخذ 0.33 زياده، فحيصير عندك 4 زائد 0.33 فحتصير 4.33.
اوكي وهكذا الين ما يوصل للتوب ليفل. طبعا على اي رثاله تجيبها، سواء من جيم سواء من ايتم او زي ما هو مكتوب هنا من الكانينج ماستري، من الماستري في عندك ماستري تديك سجن. لثالث ياس اللي هو البريسيجن اكزاكتلي. وعندك بعدين الرونز اللي تعطيك فلات ارمر بنتريشن اللي هي ان كانت الماركس اللي هو ولا الكوينتسز ولا الفول بيج ولا whatever. وبعدين عندك برضو الرونز الثانيه اللي تعطيك هايبرد. فاكرين في رونز كانت تعطي شويه ماجيك بنتريشن وشويه ارمر بنتريشن. برضو اي محل فيه ارمر بنتريشن يا شباب زي ما قلنا شالوه وحطوه لثالثي ويشتغل بنفس الطريقه. اوكي يعني بديت الجيم عندك 10 لثالثي، او دائما احنا نبدا الجيم لما يكون ما ادري بجن لو بديت حتاخذ كوينت ماركس كامله فلات ارمر بنتريشن حيكون 9 تقريبا. ده 9 هذه حتاخذ هل كويس انك تاخذ ارمر بن الحين؟ ما زال بس بدل ما تلعب اتاك سبيد كوينتسس تلعب شو اسمه اتاك دامج. الماث حقها صراحه انه هل الستاندرد اي دي افضل من اي ديد اكشلي، لانه التشينج هذا جلوبال ما هو عليك انت بس، على كل اللي قدامك، فهي نيرف للكل فما زال فيري فايبل. طبعا على واحد زي جن ولوسيان لو بلدين، جن صار له بلد اللي هو والله تروح ريدز كلها لثالتي والكوينتسز اتاك دامج، نفس الطريقه على لوسيان لانه ما هو اتاك اوتو اتاك بيس تشامبيون، ممكن تسوي عليه البلد هذا. البقيه لا، البقيه لازم تروح عليهم اللي هو الستاندرد اي دي وبعدين اتاك سبيد كوينتسز. بكل حالات ممكن نتعمق فيها بعدين نشوفها انا وانت ونجرب كل البلدز هذه، بس يس مجرب ان شاء الله زي ما قلت. بعد كده يا شباب عندنا اللي هو السيريت الدرك، الايتمز هذه كلها اللي كانت مخصوصه للاساسنز اللي كان فيها ليثاليتي او كان فيها ارمر بنتريشن، عدلوا فيها ليثاليتي وعدلوا فيها تعديلات تانية تغير الجيم انتراكشن حقه. ايش سووا مثلا في سيرات الدرك؟ قالوا له اتاك دامج حقه، ازودوا الاتاك دامج حقه عشان يعوضوا الخساره اللي راحت في الليثالتي في الارمر بنتريشن في البدايه يا شباب زي ما قلنا، فحولوها من 20 ل 25، شالوا منها الفلات ارمر بنتريشن، ضافوا عليها 15 ليثالتي. وهذا اللي لازم نوضحه، اول كانت 10 فلات ارمر، دحين 15. 10 فلات ارمر من بدايه الجيم تاخذ 10، دحين لو وصلت ليفل 8 حيصير عندك 10، او الادم اللي قدامك وصل ليفل 8 حيصير عندك 10 ارمر بنتريشن، بعد ليفل 8 حيصير عندك ارمر بنتريشن اكثر من اول. فبدايه الجيم ضعفت بس نهايه الجيم زادت القوه حقتك مره كثير. اوكي فهو تعويض، هم يبوا ياخروا بس يبوا يوقفوا السنو بولينج افكت، لانه حاليا الجيم از فيري سنو بولي. شفنا رينجر ايش سوى اليوم، طبعا رينجر بحاله خاصه ما يدرون الفيديو ما يدرون. ففي الجيم سنوبا يبغوا يخففوا الترين ريك اللي بيصير، واحد ياخذ له ايتم، الايتم هذه مره رخيصه صارت لانه زي يعني يمومو صار مره رخيص، ويخلص ام الجيم على طول لحاله بس عشان عنده الارمر بنتريشن وما في ولا احد يقدر يوقفه، والتانكات اللي قدامهم لسه ما وصلوا للميد جيم بيلد ايتم اللي يقدر يسوي فيه اي شيء. بس ليفل 8 حتوصل للمرحله اللي انت كنت فيها اول، خلاص اوكي يعني الين ليفل 8 يعطيك مجال انه انت تعوض، بعد كده مع السلامه. وفي نفس الوقت زودوا يونيك باسيف، شالوا منها اللي هو الباسيف اللي بعد ما تقتل يونت تسوي دامج زياده، شالوها نهائيا وادوا لك موفمنت سبيد بره كومبات زياده. طبعا هذه حنتكلم في ايش حتنفع في الاساسنز، لا هذه حتنفع في رومينج بس الا اذا صرت اساسن تسوي روم. يس 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 طبعا كايدي كاري كومبليتلي ما لها اي معنى. ايوه فعلا ما لها اي معنى نهائيا فعلا. يس هذه فقط هذه تخدم الاساسنز اكثر ما تخدم الاي دي سيز، على اساس طبعا اساسنز مد احنا بنتكلم على اساس انهم يقدروا يسووا رمز. بعد كده الباوتشرز ديرك، هذه ايتم جديده نفس فكره السيرات الديرك بس خلوها لل يسموهم ليش للجنجل، للكاونترينج جنجلرز، يعني الجنجلرز اللي يروحوا يسووا كاونتر جنجل هذه الايتم مره تنفعهم. ليش؟ لانه بعد ما تشيل ثلاثة كامبس حقت انميز يونيك مختلفة، مو نفس الشأن، مو تروح تشيل الريتس او الولفز ثلاثة مرات، لا لازم ثلاثة مختلفة تشيل، مرة بلو مرة ريد مرة شو اسمه الولفز، حيعطوك الصلاة على النبي حيحولوا الايتم هذه من باوتشرز ديرك لسرات الديرك. طبعا هي على اساس انها في البداية انا هي جولد حقها ارخص شويه ولا ما هو ارخص، انا ماني فاهم بس فهد شيء بالشات بالشعر معلش ما هي مشكله. هذه ايتم جنجلينج ايتم تشتريها، بعد ما تستخدمها
بالطريقه اللي هم طالبين منها. البوتشر ديرك يا يس الباوتشر ديرك حتتحول لسرات الديرك على طول. فوكست على الجنجل على طول. هذه فوكست على الجنجل الحرفية. مو بأي أحد ثاني بيساعدك بالمبيلتي يساعدك بالسبيد أكثر. طبعا جنجل أساسن. يس جنجل أساسن. أحسن بس تنفع برضو على الـ على الـ على الـ على الجنج على الكاونترين جنجلرز اللي هم يسووا كاونتر جنجل يروحوا على انمي ويشيلوها لانه يقدر يسويها على طول ياخذها. بعد كذا عندنا رخيصه تعطي دمج كثير. مزبوط ولانه على فكره انه رخيصه ما تعطي دمج كثير وبعدين تتحول لايتم. يس بعدين تتحول لايتم تستفيد منها بالضبط فتقدر تكون تقريبا جنك بسهوله. يس لانه فاكرين سيرات الديرك كم كان سعرها 350 350 400 يعني 1100 الحين تستفيد من 750 جولد بانه تحولها لو انت رحت على الجنجل واخذت الثلاثه اخذت الثلاثه جنجلرز هذه. هذه طريقه رايوت بانهم يقولوا لك لو سمحت سوي كاونتر جنجل اوكي لو سويت كاونتر جنجل حتوفر على نفسك كم جولد 450 جولد اوكي. بعد كده حنتكلم عن الايدج اوف نايت هذه برضو ايتم جديده سووها ما ابغى اقول مخصوصه للاساسنز تنفع على بعض الاي دي سيز بس عامه اكثر ناس يستفيدوا منها في بدايه الجيم الاساسنز. لو الايتم هذه ايش فيها طبعا سعرها 3100 جولد البيلد باث حقها بيكاكس وسرات الديرك نفس الايتم اللي تكلمنا عليها وفيها شويه ماجيك ريزيست فيها 15 ليثاليتي فيها نفس الباسيف اللي هو حقه الموفمنت سبيد وفيها باسيف اسمها فايل. ايش الباسيف تسوي هذه تسوي تشانل لو ضغطت اكتف هذه لا ما هي باسيف هذه لو ضغطت عليها مثلا الايتم هذه ايش حتسوي حتعطيك سبيل شيت بعد ثانيه ونص لازم نركز على ثانيه ونص هذه لانه حتكلم عنها بعد شويه كاست تايم شيت وتقدر تسوي وانت ماشي عشان كده سموها تشانل تايم مش كاست تايم لانه انت ماشي ممكن تشغلها بس وانت ماشي واحد ضربك حتنشال منك اوكي عشان كذا ضروري الثانيه ونص هذه انت تتاكد وانت بتسوي الشانل حقها وانت بتشغلها ما حد يضربك لانه لو احد ضربك حتروح عليك الباس حتروح كول داون على طول. فلو شانل سويت لها شانل ثانيه ونص حيجيك سبيل شيلد ذات بلوكس ذا نيكست انمي ابيليتي. سبيل شيلد زي الشيلد حق البانشي بالضبط يا عيال ويسوي بلوك واحد ويجلس شغال ل 10 ثواني والكول داون حقه 45 ثانيه. يعني انت مثلا زد مت وقدامك اني حتديها قبل ما تسوي اول ان عشان لا يجي يكتبر يسوي لك ستان ولا هي ما تقدر تسوي لك ستان وانت ماشي اول ان تشغل تسوي الشانل حقك تشغلها يو جو اول ان الستان ما هيجي عليك تقدر تسوي الكومبو حقك كامل وتمشي وانتهينا. فالمفروض اني دحين يتعامل معك بطريقه مختلفه عارف انه انت حتشغل الايتم يديك واحده ابيليتي بعدين يسوي عليك ستان ويرمي عليك تربرز وهكذا. فهذه في فكره او طبعا. في يعني شيء ممكن تختصرها فيه تخيل انه اي اساس معه ايدج اوف نايت عنده سبيل شيلد حق سيفر تقدر تقربها بالشيء هذا لكن سبيل شيلد حق سيفر ما له كاست تايم ما تقدر تكنترو لكن هذا يمديك كنترو عشان توصل المعلومه بسهوله. تخيل انه اي اساس معه الايتم هذا ترى عنده سبيل شيلد اذا صار ضدي كان سيفر كيف تعامل مع سبيل شيلد تبيتها اول شيء تخليه تستعملها اول بعدين ذيك الساعة تطب وتضيع على غير فائدة أو تسوي عليها مهارة ما راح تفرق معك لو ضيعت بسبير شيلد كذا تعامل مع الساسنز اللي معهم الآتم هذا. بعد كذا داسك بليد يعني طبعا لو لاحظنا الايتمز هذه كلها حتى رايت كتبوا لكم اندر اساسن ايتمايزيشن يبغوا يفرقوا بين الايتمايزيشن باث حق الاساسنز وحق النان اساسنز عشان الاساسنز يعتمدوا على ليثاليتي والنان اساسنز اللي هم زي الاي دي سيز ولا البروزرز يعتمدوا على الاتاك دامج اكثر من الليثاليتي. طبعا في حالات خاصه شاده تخرج عن القاعده هذه بس عامه الدسك بليد خلوه برضو موجه للاساسنز يعني شالوا منه الموفمنت سبيد 5% بف اللي على طول موجود عليه نقصوا الاتاك دامج ل 65 حطوا له موفمنت سبيد برا الكومبات حطوا له 15 ليثاليتي زي ما قلنا يا شباب بريكس ايفن ات ليفل 8 ليفل 8 حيصير عندك زي ما كان اول 10 شو اسمه فلات ارمور بن وبعدين ضافوا عليه يونيكين باسيف جديده الاولى نايت ستوكر اللي هي after being unseen for at least 1 second your next basic attack will deal 50 دامج. هذه متى تستفيد منها هذا ايش تسوي لما تكون مختفي او ما الادم اللي قدامك ما هو شايفك الضربه ثانيه واحده الضربه الجايه اللي حتسويها حتسوي 50 دامج زياده زائد 2 بير ليثاليتي يعني كل ليثاليتي عندك لو عندك 100 ليثاليتي حتسوي 200 دامج زياده يعني حتسوي 250 هذه ايش فائدتها فين تستفيد منها الايتم هذه صارت بزياده تنفع الناس اللي يسووا رومز انت جاي روم ميد لين نازل على بوت ما حد شايفك جاي في الطريق اول
هيت حتسويها حيصير عندك دامج مو طبيعي زياده على حسب كم لثالتي عندك بلس 50. الشيء الثاني ديسيبلز نير باي وانت بتسوي روم. الايتم هذه خصصوها للرومرز بالذات لانه وانت بتسوي روم لو مشيت جنب مينيون جنب سوري جنب وورد حتشوف الوورد هذه او بلا صح تسوي لها ديسيبل ديسيبل انمي وورد فور 8 سكندز افتر بينج سبوتد. الوورد حتشوفك حتشوفك حتسوي لها ديسيبل على طول زي البف حق فاكرين حق الريثس اللي كان الجنجلر ياخذه اول نفس البف حيجيك يا شباب. فتشتري الايتم هذه اف يو ار رومر اف يو ار ان اساسن يكنسل يكنسل يسوي لها ديسيبل يس ديسيبلز نير باي وورد. البف ما كان يسوي ديسيبل حق الريث يس يس اعتبرها كنترول وورد اوكي يكون كنترول وورد عليك انت شخصا من يوم ما تشتري الايتم هذه وتسوي طبعا حتشوفك it will spot you فالانمي حيشوف انك نزلت بس حتسوي لها disable وحتقدر تشيلها تمام. فهذا الكاونتر بلاي حقها انه بس بعد ما تشيلها خلاص ما عاد يشوفوا انت فين. فهذه تنفع لرينجر تنفع لاي رومينج جنجل اي رومينج اساسن يا شباب تنفع لشاكو تنفع ل صلاة النبي لزد اي دونت ثينك ما اشوف اي اساسن شامبيون ما يستفيد منها او اي ميد شامبيون اساسن ما يستفيد منها الا يعني يمكن اذا مثلا اذا كنت مثلا yes. اللي ضدك مثلا فيكتور راح يدفع عليك اللين ما راح يجيك ما تقدر تاخذها ايوه yes. اللي ضدك مثلا صعب انك تسوي رو مثلا ازرل وبسراكة لا ما انت تقدر تسوي رو والله اخذها برضه سيتويشنال صراحه اخذها عشان نايت ستوكر عشان الباسيف الثاني على اساس الاوتبوت الدامج بيرست اللي حيطلع منها. طبعا كل الايتمز هذه صارت تساعد البيرست حق الشامبيون اوكي الايتم هذه ما زالت بغض النظر عن الباسيف الثاني اللي هي البلوك اوت ولا النايت سوكر تنفع ما زالت تنفع على الشامبيونز اللي كانوا ياخذوا داسك بليد. اظن جن حيستفيد منها ما زال مس فورشن حتستفيد منها ما زال لانه اعتمادهم دامج بيرس دامج فحتاخذ نفس الفائده تدخل البوش ثانيه بس لازم تغير طريقه لعبك حبتين تدخل البوش ثانيه على اساس تستفيد من الباسيف حقتها وفي نفس الوقت البلاك اوت يمكن ما نستفيد منها لانه ما في رومز بس اظن 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 امكانيه انه انت تستخدمها في الجيم على الاي دي سيز اللي كانوا يعتمدوا على ليثاليتي ما زالت فيري برضو لازم نجرب ونشوف. بعد كذا عندنا اليمومو غوست بليد. الغوست بليد نفس عملوا عليها تعديلة جامدة. الغوست بليد ما يبغوا الاساسنز ياخذوها يعني مور خلاص قال لك عشان كذا سوينا لكم اثنين ايتمز ولا ثلاثة ايتمز يا اساسنز ولا تو ايتمز الايتم هذه ما نبغاها لكم نبغاها للناس سوري ايش انا قلت لا عكستها 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 معليش انا اسف بالضبط لانه صارت تعطي موفمنت سبيد اكثر صارت تعطي موفمنت سبيد ايوه كانوا ياخذوها تشامبيونز ما يستفيد يعني ما ياخذوها عشان الدامج حق الليثاليتي كان ياخذوها عشان الاتاك سبيد موديفاير اللي هو ال 40% اتاك سبيد قالوا لا ما نبغى تشامبيونز هذول ياخذوها مره ثانيه اظن مثلا يعني تشامبيون زي جريفز ما عاد حياخذها نهائيا اليوم خلاص لانه ما يستفيد من الايتم هذه نهائيا فاظن الايتم هذه يبغوا يشيلوها من الاي دي سكيلينج جنجلرز والاي دي سكيلينج تشامبيونز بوت لين اللي هم الاي دي سيز ويبغوها سبيسيفيك مخصوصه سوري للاساسنز نقصوا الجولد انتيك حقها نقصوا الكومباين كوست زودوا زودوا حطوا عليها ليثاليتي 20% 20 ليثاليتي شالوا منها حطوا عليها موف سبيد برا للكومبات وحطوا عليها يونيك اكتف جديده شالوا القديمه يا شباب اللي تعطيك 40% اتاك سبيد و20 موف سبيد صارت دحين تعطي 20% موف سبيد ان اجنورز يونت كوليجن ايش يعني اجنورز يونت كوليجن لو انت ماشي في وسط يونتس حطنش اليونتس وحتمشي في وسطهم ما في يونت انتراكشن ما في مينيون انتراكشن ما حيسوي لك مينيون بلوك ما في ولا مينيون حيوقفك 6 ثواني اللي فاكر الفانتوم دانسر القديم كان نفس الطريقه كان لما تمشي في وسط المينيونز ما يجي لك مينيون بلوك هذه دحين لما تشغلها ما يجيك مينيون بلوك اوكي لمدة 6 ثواني هذا الاكثر حد فحتلحق اي احد يعني لو تبغى تجري ورا احد هذا الايتم اللي تستخدمها عشان تستفيد منها وطبعا ما زالت مره رخيصه وما زالت ايتم مره كويسه تاخذها في بدايه الجيم على اساس توصل للميد جيم فانتسي حقك بسرعه ماشي. لكن يا عمر السؤال انه احنا قاعدين نتكلم قبل شوي انه كيف الجوست بليد او النرف حق الدرك وحق الليثاليتي ما اعطى فرصه للايدي كيريز انهم ياخذونه بالالي جيم انت قلت انه سيرفايبل طيب اذا صار سيرفايبل لا لا يمومو از نوت فايبل موست اوف ذا تايم اني مور خلاص يعني ما طيب اذا باخذ الدرك وشاخذ شبني ابني منه الدسك بليد يعني على ليدي كيري اول ايتم والله شوف انا لما تكلمنا على لوسيان
شفت على لوسيان لانه ما يعتمد على الاتاك سبيد موديفاير، فما عندك مشكله تاخذ عليه يا مومو على شو اسمه، على حتى رجع البلد اللي انت ما تحبه الثاني اللي هو تاخذ عليه يا مومو بعدين تاخذ بلاك ليفر رجع تاني. ما تبغى تبني عليه، طبعا ما تبني عليه ديسك بليد شو اسمه طبعا ايه اكيد لا انا عارف يس. بس ممكن تبني عليه يموم وغوست بليد. يمكن الشامبيون الوحيد اللي ينفع عليه يموم وغوست بليد من الاي دي سيز لوسيان، لان لوسيان ما يعتمد على التاك سبيد موديفاير قد ما يعتمدوا عليه جن نفس الكلام بعد. جن بيروحوا عليه يموم وانت ديسك بليد على اساس البيرست دامج او ديسك بليد اول بلا صح، بيبنوا عليه ديسك بليد اول عشان البيرس دامج يزيد، بعدين اليمو وغوست بليد عشان تاخذ الليترتي حقه الموفمنت سبيد مش حقه الاتاك سبيد. بس اي تشامبيون ثاني اي دي سي ما شفته ياخذ يمومو ثاني. مره في حاله واحده شفت تكلموا على فين تاخذ يمومو في حالات مره خاصه، بس هذا قديمه هذا بلد باث ثاني. طبعا لا بعد شيء جديد بتكلم عليه الحين مستحيل، لان ما في اتاك سبيد يعطيك الغوست بليد هذا واحد. وزياده على كذا يعني لا ننسى شباب موضوع عندنا الليثالتي راح يجيك نفس الارمر بين اللي كان يجيك اياه قبل اذا اخذت الدرك بعد ما توصل ليفل 8. فاذا وصلت ليفل 8 راح يجيك نفس الدمج واقوى بعد، انه صار عندك زياده بالاي دي بالدرك. جن راح يستفيد من الشيء هذا بشكل اكبر، لانه الدمج حقه اساسا ميد جيم باور سبايك، يعني اذا قدر اجيب ليفل 8 وقتها الدرك راح يعطي دمج اكثر، راح يقدر يسوي اللي كان يقدر يسوي قبله اكثر بعد. ايه لكن من ناحيه لوشن وفين ما ينفع. فين ممكن او معلش لوشن ممكن تاخذ عليه لانه ما يعتمد على تاك سبيد، انه الدبل اتاك حقه هو يحتاج الباسيف، يقدر يستفيد من الدمج اللي جيم، انه هو اساسا يحاول انه يجيب ادفانتج بالرلي جيم، فلازم تاخذ ايتم يساعدك على الشيء هذا اللي هو الجوسبيد. والشامبيون هذا من احسن الشامبيونز اللي يجري ورا الشامبيونز ثانيين عشان الدبليو حقته، فحتستفيد من اليموم جوست بليد باس الموفمنت سبيد يوتيليتي عشان تقدر تجري ورا اي احد تبغاه وتسوي الدامج اللي تبغاه. وطبعا ما دام خفضوا سعرها بدايه الجيم معناها اتس مور اكسسبل صارت، يعني نقدر نوصل لها بسرعه، نقدر نوصل لباور سبايك اسرع من اول، طبعا يمكن من دون الدامج حق الكيو، بس اقلها يجيني الاكسترا دامج. والله ماني شايف دامج صراحة، خلينا نشوف كيف. هو الدمج ما غيروه، لا الدمج ما غيروه نفسه ما في بداية الجيم، بس اللي ثالثي في البداية قلت ايوه اساسي ايه اللي ثالثي طبعا يعطيك دمج اكثر على الدرك مو على الجوست بليد كامل. الجوست بليد كامل نفسه ما تغير ترى، مزبوط تكون بالصورة يعني، فتقدر تاخذ الدرك تغبيه معك مع انه لازم تخلص اول ايتم. طيب اوكي اخذ درك اثنين درك لا يونيك باسيف، هي يونيك باسيف خلاص هي اخذ دسك بليد اول ايتم على جن، بعدين اخذ على جن ايوه حتاخذ دسك بليد وبعدين تاخذ ما ادري ممكن دسك بليد يا جوست بليد. يس من وقت بكل ب 8 9 فاستفيد من الاكسترا. لا نفس البلد ما تغير، نفس البلد ما تغير، الوحيده اللي البلد عليها تغير ممكن اللي هي مس فورشن. مس فورشن ما عاد ينفع عليها يمومو نهائيا، لانه مس فورشن مره ينفع، لانه مس فورشن تعتمد على اتاك سبيد موديفاير وما عاد فيها اتاك سبيد خلاص. ونفس الشيء على جريفز ما ينفع عليه الايتم هذه اني مور، لانه الريلود حقه يعتمد على اتاك سبيد بس الريلود صح يا الريلود طبعا الريلود يعتمد على التاك سبيد والاي تعتمد على الريلود حقه، فاي شيء كان التاك سبيد تاخذه اول 40% راح عليك حياثر على جريفز مره كثير. اظن هذا دايركت نيرف على الجريفز، لانه هذه الايتم من الايتمز اللي كانت مره ضروريه على جريفز على اساس يوصل للميد جيم باور سبايك، ولا مو اذا فاكر انا والله ولا من زمان ما صار يشتريها خلاص. الجوست بليد والله على حسب تشريه، على صرت تلعب فيه باللين بالتاو اتوقع، لكن رحت بالجنجل راح يعطيك الدمج اللي انت محتاجه باللي جيم الايتم حق الجنجل القديم اللي هو الوارير. نحن لا راح الوارير، ف هو الوارير راح صح الوارير راح اي بالضبط، فالحين محتاج انه يجيب ايتم بالجنجل بالبدايه. الجوست بليد كان خيار كويس، بس عقب التغيير هذا ما راح يكون خيار كويس، والدسك بليد راح تكون سيف بالحيل بس ما راح يكون عندك دمج يكفي. ف يعني كريف صراحه يعني حاسه فيه شوي مزبوط. ممكن انك تروح فانتوم اول ايتم بعدين تروح عقبه كوست بليد، يكون عندك تاك سبيد يكفي، ما انت محتاج الاكتف حق التاك سبيد حق الدسك الكوست بليد. ما ادري صراحه ما اقدر افيدكم بشيء، هذا ما تعمقت كريف ما هي في شغلات كثيره هذه كلها ثيوري يبغى لنا نشوفها لما نبدا نلعب ونشوف الثلاثه بعد كده. الماوف من ماتورس هذه الايتم يا شباب اللي ما عاد صاروا يبغوا الاساس يبنوها، وهذا اللي انا لخبطت فينا بينها بين الماوف.
اول كان الماوي عشان تبنيها كان تاخذ السيراتد بليد وتاخذ الهكس درينكر، دحين شالوها ما صارت تبنيها من سيراتد بليد، فما عاد فيها ليثاليتي. الدرك درك عشان ما حد ياخذ سيرات الدرك يا اهلين. درك درك يس، انا متعود اقول بليد عليها فور سم ريزن يعني. فدحين بدل ما تبني غير البيلد باث حقها من سيرات الدرك لهكس درينكر لوور هامر وهكس درينكر. هذا ايش معناه؟ معناها اذا انت اساسن واخذت الايتم هذه ما حتسوي الدامج اللي كنت تسويه، يعني الان الايتم هذه صارت ديفنس ايتم ما هي اوفنس ايتم بالنسبه للاساسنز. هذه الايتم صارت مره تنفع بالنسبه للاي دي سيز، اوكي؟ ف وزودوا عليها طبعا كول داون ريدكشن. طبعا هذه اي 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 دي سي يعتمد على على كاستنج اي دي سي يسموهم، اللي هم يعتمدوا على 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 الابيليتيز. الايتم هذه صارت ابداع. يس لوسيان سيفر فايف كريب يب كريك لازم اكزاكتلي. يا والله رهيب هذا. يس فهذه ما تبنيها على اساس الا يعني انا حتى ما في الا في ايتمز ثانيه احسن از ديفنسيف ايتمز لو تحتاجها بدل هذه، يمكن ان كان النايت ايدج ولا ان كان تروح بانشي كامل ولا 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 ولا. طبعا ما زال تقدر تبنيها على اساسنز بس حتخسر ايتم سلوت تسوي دامج مره عاليه. زي ما قلنا ضفنا اضافوا عليها 10 كول داون ريدكشن وضافوا عليها باسيف جديده اسمها لايف كريب. هذه الباسيف حلوه حبتين شويه انتراكشن اول مره اشوفه في الجيم. لما 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 يصير لها تريجر، فاكرين اول يطلع لك الشيلد الماوف مال المتورس يطلع لك الشيلد، ما زال يصير لها تريجر. لما يصير التريجر هذا حيزيد حقك الدامج 20 اتاك دامج زياده زائد 20 كانت اتاك كذا اول ال 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 صدق كانت كذا ما اول ال 10% سبيل فامب و 10 لايف ستيل ما كانت موجوده على حد يعني. كانت اذا وصلت اللايف كريب الاسم هذا نفسه كان لما وصلت مرحله معينه من الاتش بي حقك راح يسوي لك تريجر على اللايف كريب لين ما تصير اوت اوف كومبات. فهم غيروا الارقام بس لكن الفكره نفسها رجعوها. السبيل فامب واللايف ستيل انا ما كنت فاكرها صراحه، حسبتها جديده. هو كان في شيء معين ما ادري اذا كان نفسه ولا صراحه، لكن هو كان في شيء نفسه بس يس اللايف كريب سووه باسيف يونيك على اساس ما تقدر تاخذها هي وبنفس الوقت مع الايتم الثانيه هذيك ايش اسمها ايتم ثاني في رايت في لايف كريب ما ايوه اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي في الشيلد الثاني. فيصير كان ناس كثيره ياخذوا الماوف مال توريس والايتم الثاني هذيك اللي هي الديد مانز كريب. اي ثينك مش ديد مانز كريب، ديد مانز بليت مش البليت ماني فاكر اسمها. في كل حالات ايتم ثانيه شيلد، فكانت ما تقدر تاخذهم الاثنين مع بعض. ما زالت يونيك باسيف ولايف جريب موجوده على الايتمين بنفس الطريقه، فما تقدر تشتري الايتمين. بس الابديت البسيطه اللي صار فيها اظن بس زودوا اديشن تو ذا بريفيس. اوكي هي اول كان عليها 10% في سبيل فامب و10% في لايف سيل، الحين زودوا عليها 20 دامج بس. اوكي كاتبين اوكي يس جين 20 اتاك دامج، يعني يا روح مش اسمه والروح بتطلع يزيد الدامج حقك عشان تتفلت عليهم وهكذا يا شباب. بعد كذا